بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليالي والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب سوط عذاب إلا ربك بالمرصاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فيومئذ لا
صدق الله.